تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من ثلاث أفراد مختصين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم ولاية تيزي وزو حيث أصفرت العملية على حجز 868 قرص مهالوس محلول حقني 218.6 جرام من الكيف المعالج مبلغ مالي يقدر ب 578 ألف دينار جزائري تعتبر كعائدات ترويج وهواتف نقاله كانت تستعمل في التواصل بين افراد هذه الشبكه